نشرة الظهر للأخبار، أهلا بكم ونبدأها كالعادة بالعناوين. رئيس الحكومة يشرع اليوم في زيارة للولايات المتحدة ومكافحة الإرهاب وفتح آفاق جديدة للتعاون في صدارة الملفات. تزايد عدد المصابين بأمراض الجهاز الهضمي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وبعض الأطباء ينصحون بالتوقي من ضربات الشمس. بدء سريان وقف إطلاق النار غرب سوريا تمهيداً لهدنة أوسع لتحقيق السلام في البلاد. يشرع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بداية من اليوم وإلى غاية 12 من هذا الشهر يشرع في زيارة لواشنطن بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستسمح هذه الزيارة بدفع التشاور حول مزيد التعاون والشراكة بين البلدين في شتى الميادين وتكثيف التنسيق لمجابهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف. وفقا لبلاغ لرئاسة الحكومة، فإن رئيس الحكومة سيجري سلسلة من المحادثات الرسمية مع كبار المسؤولين السياسيين في الإدارة الأمريكية الجديدة. بتحوله إلى واشنطن يكون يوسف الشاهد ثالث رئيس حكومة تونسي ما بعد الثورة يؤدي زيارة إلى هناك، ولكنها الأولى في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، والهدف فتح آفاق جديدة للتعاون التونسي الأمريكي ودعم الشراكة بين البلدين لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب. زيارة السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد تندرج في إطار تدعيم علاقاتنا مع القطب الهام اللي هو الولايات المتحدة، خصوصا فيما يخص مكافحة الإرهاب وتحصين يعني على مستوى مناعة التراب، لأنه المنطقة مثل ما نشوفه اهتزت ثوابتها، وأمريكا بصفة استثنائية في الآونة الأخيرة خصت مقادير مالية هامة، وأن كان دار الحديث في الآونة الأخيرة أنه باش تقلص شوية من الإعانة، لكن في الأثناء أعطتنا إمكانيات، عاونتنا ببعض الإمكانيات والتكوين خصوصا. وتونس ركزت منذ الاستقلال، وسيلباجي بالطبع ملم بالأمور هذه، ركزت منذ الاستقلال على تكوين العنصر البشري. الزيارة تبحث أيضا آفاق تطوير التعاون الاقتصادي الذي لا يعكس واقعه عمق العلاقات بين البلدين، كما تتضمن لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في إطار المشاورات الحكومية مع هذه المؤسسة المالية الدولية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي وأولوياته. زيارة هذه مهمة لأنها جاءت في الفترة الأولى متاع عصر والعهد ترامب، أولا لدفع التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين اللي هو مازال ما هوش في المستوى المأمول، لكن اللي أهم من ذلك احنا نعرفوا أن الولايات المتحدة الأمريكية عضو قار في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ونعرفوا علاقتنا والمديونية والحاجة البلاد متاعنا والاقتصاد متاعنا للديون والاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولذا الزيارة هذه ممكن تندرج نحو حلحلة الأمور بالنسبة للقسط الثالث، وعلى ربما معنى الميزانية تكون في حاجة لقرض أو إعانات مالية أخرى. زيارة الشاهد إلى واشنطن تأتي أياما قليلة من زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تونس تناولت تعزيز التعاون التونسي الأمريكي، وكذلك أشهرا قليلة من زيارة وزير الخارجية خميس الجناوي إلى الولايات المتحدة، كان من أبرز محطاتها لقاء بنظيره الأمريكي أكد فيه أن واشنطن ليست بلدا صديقا فحسب، وإنما هي شريك أساسي في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها مقاومة الإرهاب. في الآونة الأخيرة بدأت تصريحات بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية تطالب بضرورة إجراء تحوير وزاري جزئي، خاصة في ظل ما تشهده بعض الوزارات من شغور. بدأ التحوير الوزاري يلوح في الأفق، خاصة في ظل مطالب ملحة من قبل عدد من الأحزاب السياسية لضمان استقرار المؤسسات وإعطاء دفع قوي للوزارات وضخ روح جديدة في المؤسسات بما يتماشى وصعوبة المرحلة الحالية، كما يذهب إلى ذلك عديد المتابعين للشأن الوطني. عوامل موضوعية مختلفة تفرض القيام بهذا التحوير، ومن بينها سد الشغور الحاصل على رأس وزارتي التربية والمالية وتغيير بعض الوزراء الذين أسالوا الحبر كثيرا، وكثر الحديث حول أدائهم الذي وصف في أحيان كثيرة بالهزيل، فضلا عن حرب غير معلنة بين الأحزاب السياسية الحاكمة لمزيد التموقع. هذا بالطبع يرجع لرئيس الحكومة، تقييم الفردي بتاع الوزراء يرجع لرئيس الحكومة وليقيم فريقه الحكومي ويشوف التغييرات اللي راها صالحة. نحن نراو اللي موضوع التحوير الوزاري
بكل الحالات ما يزموش يطول، واحنا في ظرف صعيب، في ظرف معناتها اليوم موسم صيفي وفيه معناتها المخاطر الكل ترتفع، لابد انه ننهي هالموضوع ذا باقصى وقت ممكن ويكون هناك تفاهم، ما يلزمش ضغط على رئيس الحكومه من اي طرف سياسي كان. بعض تصريحات الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم ترى في التعديل الحكومي ضرورة في ظل حجم التحديات المطروحة في أكثر من مجال، وخاصة ما يتعلق بالتنمية والتشغيل ومكافحة الفساد، وهو ما يفرض حزاما سياسيا قويا للحكومة في عملها في الفترة القادمة. وحتى المنظمات الموقعة على اتفاقية قرطاج والتي وقفت وراء تشكيل الحكومة باتت هي الأخرى تطالب بتحوير جزئي لها، وأحدثها تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي. لكن التحويرات الجزئية لابد أن تكون مدروسة، تكون لا تخضع إلى مقاييس كما قلنا ونكون مجمع عليها الناس كلها، اللي هي نظافة اليد، الشفافية، تكون كذلك منها القدرة على تناول الملفات، تكون عندها الروح الوطنية اللي طاغية تنبذ الناس ذواتها. هذه المقاييس اللي كانت توفرت في بعض الأشخاص بعد تقييم في إطار وثيقة كارتاج، والتقييم الأخير يبقى من مشمولية السيد رئيس الحكومة. وإزاء الوضع الراهن قد يجد يوسف الشاهد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، فأما الكفاءة والنجاعة وأما الترضية السياسية وفق المحللين. أعلن بعض رؤساء الهيئات الفرعية في الجهات مؤخرا عن نسب الإقبال على التسجيل في الانتخابات البلدية التي تميزت بالكثافة في بعض الولايات مقابل ضعف في الإقبال في تونس الكبرى، الأمر الذي دفع البعض إلى اقتراح التمديد في فترة التسجيل. قرابة 3 أسابيع مرت على انطلاق التسجيل في الانتخابات البلدية، والولايات الداخلية تسجل أعلى النسب في عدد المسجلين في مقابل ضعف أقبال على التسجيل في ولايات تونس الكبرى، فقد أحصت ولاية القصرين أعلى نسبة وطنيا في عدد المسجلين الجدد للانتخابات البلدية الذي بلغ 7487 تسجيلا جديدا أغلبها للفئة الشبابية و777 تحيينا، وذلك منذ انطلاق التسجيل في 19 من شهر جوان المنقضي، فيما تصدرت ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى في عدد المسجلين للانتخابات البلدية القادمة ب 7277 مسجلا، أي ما يعادل 7.066% من مجموع المسجلين على المستوى الوطني. وقد أرجع بعض رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات ارتفاع عدد المسجلين بالجهات إلى برنامج عمل الهيئة المركز بالخصوص خصوصي على الفئة الشبابية في مجمل حملاتها التوعوية التي تقوم بها بمعادلة عدد من ممثلي المجتمع المدني وبعض المؤسسات العمومية. بلديات 2017 حملات تدعمت بومضات إعلامية أعدتها الهيئة لحث المواطنين على التسجيل إلى جانب تخصيص مكاتب متنقلة، إجراءات لم تكن كافية وفق بعض المتابعين للشأن الانتخابي لمجابهة ضعف الإقبال على التسجيل الذي تشهده خاصة ولايات تونس الكبرى، ضعف لم تخفه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا أنها اعتبرته ظرفيا لتزامن فترة التسجيل مع عيد الفطر والعطلة الصيفية، وفي الوقت الذي تتوقع فيه الهيئة ارتفاعا مضطردا لنسب التسجيل مع نهاية الفترة المحددة له، تعالت بعض أصوات جمعيات المجتمع المدني مطالبة بالتمديد في فترة تسجيل الناخبين بعد 10 من شهر أوت المقبل، وذهب البعض الآخر إلى حد اعتبار أن الفترة قصيرة ولن تسمح بتسجيل أكثر من 3 ملايين ناخب غير مرسم، ما سيسمح بالحفاظ على الخارطة الانتخابية السابقة. خلال فصل الصيف تنتشر بعض الأمراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة التسممات الغذائية نتيجة استهلاك بعض الأكلات خارج المنزل وعلى الشواطئ. أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي وعدوى العيون والالتهابات الجلدية بعض من الأمراض المنتشرة في فصل الصيف، ووفق الأطباء يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الالتهابات الفيروسية التي تؤدي إلى نزلات البرد، إضافة إلى تعرض الجسم إلى درجات مرتفعة من الحرارة التي قد تؤدي إلى بعض الانعكاسات السلبية. الإنسان كيف يتعرض للشمس، كيف يبدأ البدن مثلا عريان في الشط ولا حاجة، ينجم يتكون من الأول حروق تكون
من الدرجة الأولى درجة ثانية، توصل في بعض الأحيان إذا كان تعرض برشا للشمس لدرجة ثالثة، وخاصة عند الأطفال الصغار اللي ساعات نغفلوا عليهم، وهما ما يلزم بصفة خاصة نحميهم من الشمس لأنه الجلدة متاعهم رهيفة ياسر. كذلك زاد الناس الكبار اللي ما البدن متاعهم ما عادش يجاوب مليح، دونك ينجموا هما بيدهم يضروا بالسخانة. وفي فصل الصيف تكثر حوادث الغرق نتيجة عدم التزام البعض بقواعد السباحة. برشا ناس مع الأسف ما تعرفش تعوم وتدخل للبحر لأنه أول مرة يكتشف وما يعرفش القواعد تاع البحر هذا. ثم في عديد توشطوط تلقى العلامات، العلم الأخضر والأحمر والأسود، يلزم يحترموهم هذوك. ما كانش الواحد كيبدأ ما يعرفش يعوم ماذا بيه ما يدخلش ياسر للبحر، يبل بدنه يتفرهد شوية ما غير ما يزيد يدخل الغريق، على خاطر إذا كان ما يعرفش اللي ثم ساعات هواء اللي يجبد الداخل وهو ما عندوش قدرة كبيرة باش يتغلب معناها الأمواج ينجم يأدي له بحياته كذلك. وتنتشر في فصل الصيف الأمراض المرتبطة بالتسممات الغذائية نتيجة تناول الأطعمة خارج المنزل أو تناولها على الشواطئ. أكثر من 25% من التسممات الغذائية التي تم تسجيلها خلال السنة هذه، خلال الفترة المقضية من هذه السنة، هي مرتبطة باستهلاك الحليب الطازج وما تبعه، وتأتي في المرتبة الثانية الأكلات السريعة يعني بنسبة يعني حوالي 15%، ثم تجي بعدها مباشرة السلايط بنسبة 12%. وتعرف أنت يعني في الصيف المستهلك يتجه نحو استهلاك مواد دون أخرى، خاصة منها هك السلايط والكريمة والحوت. وينصح الأطباء بحفظ الأطعمة في درجة تبريد مناسبة والتقليص من الدهون والوجبات السريعة واستبدالها بالخضار والفاكهة الطازجة، فبعض الفواكه كالتوت تؤدي إلى الحد من الإسهال الناتج عن أمراض الصيف. بعد عملية التسجيل والترشح وفرز القائمات وصدورها، انطلقت اليوم في ولاية مدنين عملية إتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لحوالي 397 حاجا. إجراءات تأتي وسط تشكيات الحجاج من ارتفاع التسعيرة المحددة للحج هذه السنة. العم الطاهر واحد من جملة 397 حاجا من ولاية مدنين ممن قدموا لاستكمال إجراءات الحج مع انطلاق عمل الشباك الموحد بمدنين. زيارة العمر، وإن شاء الله يا رب يوفق جميع أخوان المسلمين وكل في مشارق الأرض ومغاربها. شينا صرفنا وتوي كنستناو فيهم يناديونا باش ندفع حق الحج إن شاء الله وحق التذكرة تذكرة والحمد لله. بالنسبة لليوم عندنا 129 حاج مع تمدية مدينة الجنوبية والشمالية وسيدي مخلوف وبن خداش، وهذا الإجراءات هي تيسيرا وتسهيلا على السادة الحجيج باش يتم كل الإجراءات من شركة الإقامات والبنوك والبريد والشؤون الدينية. أجواء تسجيل حجيج أربع معتمديات من ولاية مدنين لم تغفلهم عن تذمرهم من ارتفاع التسعيرة المحددة لحج هذا الموسم، ووزير الشؤون الدينية يرد على هذا الجانب أثناء مواكبته لسير عملية إجراءات الحج بالمركب الثقافي بمدنين. أولا ساعة تكليف تاع شركة الخدمات وبالنسبة للخطوط التونسية فما تكاليف نزلت لها زادها هي، ثم سعر الدينار اللي هو في تراجع وتراجع بنسبة كبيرة. ما يعجبش هذا، الدولة بذلت مجهود، أنا قلت لهم هذا مجهود الشركات هو مجهود الدولة في الحقيقة، وراو تعرف عندنا برشا حاجات في المعطيات ما دخلناهمش في الحسبة هذه. ناخذ وزارة الشؤون الدينية، نحن نحضروا مطويات، نحضروا كتيبات للمرجين وللحجيج. وأكد وزير الشؤون الدينية أنه تم التحضير لموسم الحج لهذا العام كما ينبغي، وتحمل المسؤولية من كل الأطراف المتدخلة لتأمين سيره في أحسن الظروف. البعثة الكاملة اللي تمشي مع الحجيج بتاعنا هي 430، هي تشمل جميع المرجين الدينيين، تشمل الوفد الصحي، تشمل المرافقين تاع شركة الخدمات، تشمل الخطوط التونسية. رغم كل الظروف التي قد تحيط بسير موسم الحج منذ الإجراءات وحتى استكمال كل شعائره، فإن فرحة الحاج بزيارة بيت الله لا توصف، فحج مقبول لكل الحجيج الميامين.
في سوريا دخل وقف إطلاق النار جنوب غرب البلاد حيز التنفيذ بمقتضى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، اتفاق رحبت به الأمم المتحدة معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الصحيح. بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا صباح اليوم، وذلك في أحدث مسعى دولي لتحقيق السلام في البلاد حسب مراقبين. وتوصلت الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعدم التصعيد يوم الجمعة الفارط بهدف وقف القتال بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة جنوب غرب سوريا. هدوء أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول بالمعارضة الذي ذكر أنه لم تقع ضربات جوية ولا اشتباكات في جنوب غرب سوريا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار صباح اليوم، وأن الهدوء يسود المنطقة ولم يقع قتال يذكر، ولم يصدر بهذا الخصوص أي تعقيب عن الجيش السوري. وفي تعقيب على المستجدات في سوريا، رحبت الأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا لإنشاء مناطق خفيفة التوتر في جنوب غرب سوريا هو تطور مهم، مضيفا أن الأمم المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى تهدئة العنف في سوريا. كما أعرب رمزي عز الدين رمزي عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة حول المناطق الأخرى التي تم التباحث بشأنها، مما سيؤدي إلى دعم العمليات السياسية بشكل ملحوظ. ومن جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا جاء نتيجة تغير في موقف أمريكا تجاه الوضع في سوريا بعد أن أصبح أكثر واقعية. وفي العراق تمشط قوات من الجيش العراقي أخر جيوب تنظيم داعش الإرهابي في الموصل في المرحلة الأخيرة من معركة طويلة ضد مسلحه في المدينة، ومن المنتظر أن تعلن الحكومة العراقية رسميا انتصارها في وقت قريب. بدأت بوادر النصر النهائي تلوح في سماء الموصل بعد معركة طويلة لقوات الجيش العراقي ضد مسلح تنظيم داعش الإرهابي، نصر قد تعلنه الحكومة العراقية في أي لحظة بعد انهيار الخطوط الدفاعية للتنظيم وخسارته لمناطق سيطرته في المدينة القديمة على ضفة نهر دجلة. هي معركة الأمطار الأخيرة، فقد بات تنظيم داعش الإرهابي محاصرا داخل مساحة صغيرة في المدينة القديمة، أين يسمع من حين لآخر صوت إطلاق نار بعد توقف القصف من جانب التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق إن القوات العراقية لا تزال تحقق تقدما لتحرير الأمطار القليلة المتبقية لتصل إلى ضفة نهر دجلة من الجهة الغربية وتفرض السيطرة الكاملة على ما تبقى من الموصل الغربية. وقال المكتب الإعلامي للجيش العراقي إن المعارك وصلت إلى مرحلة المطاردة، فيما أعلن التلفزيون الرسمي مصرع العشرات من مسلح التنظيم وفرار عدد منهم عن طريق السباحة إلى الضفة الأخرى لنهر دجلة، فيما يحاول البعض الآخر التسلل داخل صفوف المدنيين والتظاهر بالموت قبل تفجير ستراتهم الناسفة عند اقتراب قوات الأمن العراقية منهم أو وسط جموع المدنيين النازحين. في الأثناء تتواصل معاناة المدنيين المحاصرين وتتواصل محاولات تأمين خروجهم من مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي، فيما يقطع النازحون مسافات طويلة ويسلكون طرقا صعبة من أجل الوصول إلى بر الأمان، حيث شرد القتال منذ شهور نحو مليون من سكان الموصل الذين يعيش الكثير منهم في مخيمات خارج المدينة، ويعتبر جلهم أنه لا معنى للتحرير إذا لم تحدث إعادة الإعمار ولم يرجع الناس لبيوتهم. كما انطلقت تماما انتهت قمة مجموعة العشرين بمظاهرات احتجاجية تحولت في جوانب منها إلى أعمال عنف وحرق للممتلكات. وقد عملت الشرطة الألمانية على تفريق عشرات المحتجين في الساعات الأولى من صباح اليوم. هذا وقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لضرورة التمسك بالمواعيد النهائية لمعالجة قضية الطاقات الإنتاجية الزائدة في سوق الصلب العالمية، لأنها تتوقع أنها ستكون صعبة.
في أخبار الرياضة، التحق نادي صفاقس بنادي الإفريقي في التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إثر انتصاره الباهر على مولودية الجزائر بأربعة أهداف دون رد في مباراة جمعتهما مساء أمس في ملعب الطيب المهيري. وسجل فراس شوات في مناسبتين وأسامة العمدوني وعلاء المرزوقي الأهداف الأربعة. وسيلاقي نادي صفاقس في الدور ربع النهائي الفتح الرباطي المغربي فيما تلاقي مولودية الجزائر النادي الإفريقي. يكون فريق نادي صفاقس عنده الكرة الحناشي على الهدف الثالث لصالح نادي صفاقس عن طريق حتى على يعني المستوى الهجومي. هذه مرة أخرى هجوم والهدف الرابع. انتزع منتخب بنما تعادلا لافتا بنتيجة هدف لهدف من مضيفه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في لقاء جمعهما صباح اليوم ضمن مسابقة الكأس الذهبية في كرة القدم. وكان منتخب بنما المبادر بافتتاح التسجيل في الدقيقة 50 قبل أن يتمكن ميغال كاماردو من إدراك التعادل الولايات المتحدة في الدقيقة المباراة 60. توج منتخب كندا لأول مرة في تاريخ ببرونزية مسابقة كأس الرابطة العالمية للكرة الطائرة إثر تغلبه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط لشوط واحد في مباراة أقيمت من أجل تحديد صاحب المركز الثالث. وكانت فرنسا قد فازت بذهبية المسابقة بانتصارها على البرازيل بثلاثة أشواط لشوطين. إلى أجواء المهرجانات، ففي الحمامات انطلقت أمس فعاليات الأوتدورز أو خارج الأسوار ضمن الدورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي التي تتواصل إلى 14 من هذا الشهر. بهذا الكرنفال الاستعراضي انطلقت ليلة أمس بمدينة الحمامات الدورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي، كرنفال يندرج ضمن فقرة الأوتدور أو خارج الأسوار والتي أصبحت عادة من عادات المهرجان في إطار انفتاحه على محيطه. والله الكرنفال هذايا حبينا هاللمة هذايا وهالناس تشوف شنو الانتاجات المسرحية والانتاجات الفنية الموجودة بجميع الأقطاب الثقافية في جهة منها قربة منها حمامات نابل بعض الجهات الأخرى، ضمت جمعيات مسرحية جمعيات فنية وموسيقى ضمت، والحاجة المهمة جدا أنه كلهم صغيرات في العمر. والله شيء كبير وحاجة بي وحاجة حلوة ونتفرهدوا، تحية تونس وتحية الحمامات وولاد تونس الكل. وخارج أسوار الحسن الأثري قدمت فرقة سهادان ذو نتا الباتشوارك السنغالية حفلا موسيقيا مجانيا متاحا للعموم. هذه المجموعة الموسيقية تحصلت في السنة الماضية على التانيث الذهبي ضمن فعاليات أيام قرطاج الموسيقية، وهم مسرورون للغاية بالعودة إلى تونس مرة أخرى لتقديم ألبومهم الجديد. نحبوا تونس ديما فرحانة، نحبوا الجو كما هكا، نحبوا الأمن والأمان. ديجا حلو ياسر، أول مرة نرى حفلة كيما هكا في حياتي. سهرية هايلة على الآخر بصراحة، عمل جو طيارة. فعاليات الأوتدور ضمن مهرجان الحمامات الدولي انطلقت أمس لتتواصل إلى غاية 14 من هذا الشهر، وستشهد المدينة سهرات لأسماء عديدة من تونس وخارجها. وإحياء لذكرى أحد أهم مغني الأوبرا في العالم لوتشيانو بافاروتي، وبمناسبة مرور 10 سنوات على رحيله، خصصت السهرة الافتتاحية للدورة 32 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، خصصت لعرض باقة من أشهر أغاني بافاروتي أدتها أوركسترا الأوبرا الإيطالية. هو بافاروتي أحد رموز الأوركسترا السيمفونية الإيطالية، يظهر على الشاشة العملاقة لركح حفل افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم في دورته 32 التي تحتفي ببافاروتي كأحد أشهر رواد الموسيقى السيمفونية في عرض تكريمي خاص بالفنان. Lord
فتوكل لا ستا لا هربو تلا لا 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 Resto bottega che la metto presto. Tra la 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 la. La première partie est الجزء الأول من الحفل خصص لتكريم الفنان العالمي بافاروتي وسنقدم أشهر أغانيها. أما الجزء الثاني من الحفل فهو مهم أيضا وسنخصصه للأغاني الإيطالية. عندي ديو باش نغنيه اليوم، يعني ثنائية أنا وسبخانو باش تشوفوها في البارتي الأولى دايوغ، وبعديك باش نرجع زادة معاهم في الأخر. هي عظمة قصر الجم في مشهد استثنائي احتشد لأجله الجمهور من مختلف أرجاء العالم مسجلا أعلى نسبة إقبال. رائع جدا بكل بساطة، الأجواء والموسيقى وكل شيء جميل. فاروتي إتا نختيست تخي كونو، فهمتني، معروف معناها، ولهذا اسمه يجلب عدة ناس. أنا مغروبة الموسيقى الكلاسيكية بصفة عامة، وني معناتها أوماج أبافاروتي. دورة أخرى من مهرجان الجم بمشاركة فنانين من إيطاليا وأوكرانيا وتركيا ومصر وتايوان تختتم في 12 من أوت بعرض الأوركسترا السيمفوني التونسي المتألف من 60 موسيقيا. وفي الختام إليكم تذكيرا بالعناوين. رئيس الحكومة يشرع اليوم في زيارة للولايات المتحدة ومكافحة الإرهاب وفتح آفاق جديدة للتعاون في صدارة الملفات. تزايد عدد المصابين بأمراض الجهاز الهضمي نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وبعض الأطباء ينصحون بالتوقي من ضربات الشمس. بدء سريان وقف إطلاق النار غرب سوريا تمهيدا لهدنة أوسع لتحقيق السلام في البلاد. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.